أنا آلاء، عندي 35 سنة. والدي توفى وأنا صغيرة، ووالدتي هي اللي ربتني. كانت بالنسبة لي الأب والأم والعيلة، وكنت بالنسبة لها الدنيا وما فيها. كنت زي ما بيقولوا عايشة على بركة دعاء والدتي اللي كانت تقريبا بتدعي لي طول الوقت. لكن دعاء والدتي طول السنة ليا كوم، وفي رمضان كوم تاني، وخصوصا بقى في العشرة الأواخر، وكان ده سبب خلاف بيننا. مش هي بس، الحقيقة بيني وبين ناس كتير. كنت بستغرب من الناس اللي بتجري ورا ليلة القدر بالشكل العجيب ده، بصراحة ما كنتش مقتنعة. كنت بستغرب من الناس اللي لما يدخلوا العشر الأواخر من رمضان يسيبوا اللي وراهم ويفضوا نفسهم للصلاة والدعاء، كأن الدعاء مش هيستجاب غير في الليلة دي اللي احنا أصلاً ما نعرفش معادها إمتى بالظبط. ومن 10 سنين وقبل رمضان بأسبوعين توفت والدتي. مهما حكيت مش هقدر اوصف لكم حجم المرارة والحزن اللي صابوني في الوقت ده. افتكرتها وانا ببوس ايديها لما بسمعها بتدعي لي في العشر الاواخر وتقول لي انا دلوقتي بدعي لك. يا ترى هلاقي اللي يدعي لي لما اموت ولا لا؟ ولقيتني لأول مرة في حياتي بدور على ليلة القدر كأنها طوق النجاة اللي هيخليني أعمل حاجة كويسة لأمي. وأول ما دخلوا العشر الأواخر فضيت نفسي تماما. بقيت بعد العشاء أصلي وأدعي لوالدتي إن ربنا يرحمها ويعفو عنها. وفي ليلة العيد وقبل الفجر بشوية صحيت على رؤية شفت فيها وش أمي منور بالسعادة والرضا، وهي بتشكرني على دعائي ليها. مهما حكيت لكم مش هقدر أوصف لكم قد إيه حياتي اتغيرت بسبب دعوات في ليلة القدر. دعيت ربنا إن ربنا يرزقني بالزوج الصالح، وقبل ما يدخل رمضان اللي بعده كان ربنا رزقني بعمر اللي مهما وصفت لكم حجم السعاده والرضا اللي دخلوا حياتي من يوم ما اتجوزنا عمري ما هقدر اوفي له حقه. ولما عمر ساب شغله وبقت احوالنا الماديه لا تطاق دعيت ربنا في ليله قدر، واكرمني ربنا ورزق عمر بشغل احسن بكتير من اللي قبله، ورزقنا برزق واسع ما كنتش حتى احلم بيه. ولما عدى على جوازي 5 سنين وربنا ما رزقنيش بالذرية بالرغم اني رحت لدكاترة كتير، قضيت العشر الاواخر وانا بدعي ربنا بدعاء سيدنا زكريا انه يمن عليا بالذرية. وبعد رمضان بشهر اتفاجئت اني حامل، ورزقنا ربنا بابننا. انا عارفة ان في منكم ناس ممكن تستغرب أنا بحكي لكم الحكاية دي ليه؟ أنا عارفة إن كل واحدة فيكم جت هنا علشان مشكلة أو أزمة في حياتها بتدور لها على حل وبتاخده بالأسباب. أنا حبيت بس أقول لكم من تجربتي في الدنيا إن ليلة القدر دي فضل وكرم من ربنا، أوعوا تفرطوا فيه. دوروا عليها وادعوا ربنا فيها إنه يفك الكرب ويزيح الهم ويصلح الحال، وهيحصل إن شاء الله.